مساء الخير أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم البيت بيتك. مساء الخير يا أنجي. مساء الخير يا عم. الحقيقة طبعاً يعني حصلت معايا حاجة النهاردة عايز أحكيها لكم كده في عجالة بسرعة شديدة جداً. أنا النهاردة كنت في أحد مولات 6 أكتوبر، جات لي أسرة كده مكونة من زوج وزوجة وبنوتة صغيرة كده لسه مخلصة الثانوية العامة زي القمر. الزوج سألني، قال لي هو إيه آخر أخبار الاستعدادات بتاعة الاحتفال بقناة السويس الجديدة؟ قلت له والله الحمد لله، يعني على المعلومات اللي احنا عندنا واللي احنا شايفينه على الأرض ومن خلال الزملاء الإعلاميين اللي موجودين هناك بينقلوا لنا الصورة، بيقولوا لنا إن كل حاجة هتكون على مستوى الحدث التاريخي ده. الزوج فجأة كده سألني، طب وإيه أخبار الضيوف الأجانب؟ قلت له برضه يعني المعلومات المتاحة. قال لي هو أمير قطر هيجي يحضر الحفلة دي؟ طبعا السؤال كان مفاجئ بالنسبة لي، وفي اللحظة اللي بدأت أحاول أجاوب بطريقة دبلوماسية الله يكرمها المدام بتاعته أنقذتني من الحرج ده وقالت له يا راجل، يعني لو عندك جار ومنكد عليك عيشتك وبيعمل لك حاجات يعني بتضرك وبتضر أولادك وجالك فرح هتروح تعزمه؟ طيب لو حتى عزمته هل متصور انه هيجي الفرح ده؟ طيب لو جه مش خايف ان الفرح ده يبوظ؟ طبعا قعدنا نضحك بالطريقه المصريه التقليديه والافيهات ومع السلامه. الحقيقه بعد الحكايه دي قعدت افكر بيني ما بين نفسي، اقول يعني الى اي مدى، لدرجه ايه النظام القطري وسياسه النظام القطري قدروا ياثروا على مشاعر حتى المصريين البسطاء؟ لأي مدى السياسة دي تسببت في إزاء المصريين وإلحاق الضرر بيهم؟ حتى في اللحظات اللي المصريين فرحانين وسائل الإعلام القطرية سواء كانت في الدوحة ولا في اسطنبول ولا في لندن عمالة شغالة شغل من نار، شغل بينصب وبيتمحور حوالين كسر الروح المعنوية المرتفعة عند المصريين. المصريين زي ما انتم حضراتكم شايفين دلوقتي ولمسين وحاسين الروح المعنوية في السماء بسبب المشروع التاريخي، المشروع القومي اللي نقدر نسميه مشروع قومي قناة السويس الجديدة، اللي المصريين عامة الشعب دفعوا مدخراتهم وحطوا مدخراتهم وفلوسهم فيه، مش بالأمر المباشر، لا ده برغبة شخصية. إلى أي مدى الوسائل الإعلام القطرية بتحاول أنها تكسر الروح المعنوية عند المصريين وتقول على المشروع ده أنه مشروع كلام فاضي؟ طبعا إلى الحد ده الواحد بيفكر إزاي ممكن الشعب ينسى. هو هينسى، المصريين هينسوا اللي عملوا النظام القطري في يوم من الايام، هينسى لانه ده النظام، ده دي السياسه. انما العلاقه بين الشعبين القطري والمصري هتفضل زي ما هي، مش هيأثر فيها اي تشكيك من اي نوع، لانه بتربطنا احنا بالشعب القطري روابط الدم، روابط التاريخ، اللغه، الدين طبعا، والجغرافيا. بالتاكيد غالبيه الشعب القطري فرحان لقناة السويس الجديدة، وبالتأكيد هيفرح لأي مشروع وأي حاجة حلوة هيعملها المصري.